الأستاذة ليلى المرنيسي رئيسة جمعية كفاءات مواطنة للتنمية من المركز الصحي مونفلوري الزهور. اليوم جمعية كفاءات مواطنة للتنمية كتنظم حملة طبية متعددة الاختصاصات لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة اليوم العالمي للمعاق اللي كيصادف الثالث من دجنبر من كل سنة، بشراكة مع المديرية الجهوية للصحة والمركز الاستشفائي الجامعي وجمعيات متخصصة في إعاقة. هذه الحملة الطبية استفدت منها أزيد من 300 من هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة في حالة عوز، استفدوا من كشوفات طبية مجانية وتوزيع أدوية ومتابعة إن شاء الله هتكون داخل المستشفيات وعمليات جراحية. بهذه العملية الهدف منها هو تقريب الخدمات لهذه الفئة اللي كتلقى صعوبة في ولوج المستشفيات المتخصصة، وهي فرصة باش نشكروا جميع الأطباء من القطاع الخاص والقطاع العام اللي حضروا معنا اليوم، سواء من المركز الاستشفائي الجامعة مجموعة من الأساتذة اللي كنوجهوا لهم الشكر، ومن القطاع الخاص اللي منخرط دائما في المساعدة الاجتماعية. كنتمناو لهذا الفئة تحقيق مزيد من الإنجازات ومن الراحة النفسية. كنطلبوا من جميع يعني الأطباء الأطر الصحية ولا حتى من المواطنين أنهم يتعاملوا مع هذه الفئة بالتي هي أحسن، لأننا احنا كذلك اليوم رحنا في صحة جيدة، ولكن أي واحد فينا معرض أنه الإعاقة مؤقتة أو دائمة، ونخدموا ذاك الروح الوطنية اللي كنخدموها في المقابلات وفي الكرة، وأنها تكون حاضرة معنا دائما في المساعدة الاجتماعية، ونحنوا على بعضياتنا كمغاربة، لأن هذا هو الطبع اللي معروف به الشعب المغربي. دكتورة الزعيم أمينة، الطب العام في الخاص، احنا جينا مع بالتنسيق مع جمعية كفاءة المواطن المغنيسي، قامت بهذه الحملة الطبية لفائدة الأشخاص المعاقين بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة، وحنا كأطباء تنمدوا يدينا لهذه الفئة اللي هي محتاجة للطبيب، لأن الولوج للمستوصفات تيكون عندهم صعيب. احنا في أيام عطلة سنعطيو يد المساعدة لهذه الفئة، وتنتمنى أي واحد يمكن يمد لهم يد المساعدة يقوم بهذا الواجب الأخلاقي والإنساني. وشكرا. مهم بغاو الجمعية تاعهم اللي قاع فيها التنمية بدأ إلى إن شاء الله نعاونهم من الجمعية المعوقين إن شاء الله بدأ العادة بوحده كل شيء إن شاء الله يرحم والدي الله يتهلا عليهم ويتأمن. دكتور علوي عثمان أستاذ في جراحة الأطفال، إحنا جد سعداء اليوم بالمشاركة في هذه الحملة الطبية المنظمة من طرف جمعية كفاءة التنمية اللي مكنتنا إحنا بالنسبة للتخصص ديالنا من تشخيص والتتبع المبكر للتشوهات الخلقية سواء في أمراض المسالك البولية الجهاز الهضمي، وأيضا التشوهات المتعلقة بالعظام بالنسبة للأطفال. هذه الشريحة اللي خاص يكون تشخيص مبكر لهذه التشوهات والتتبع ديالها، وتنشكروا جميع الجهات اللي شاركت في هذا القافلة الطبية، وتنشجعوا تحنا كأساتذة وكجهاز طبي لهذه المبادرات التي يمكننا من التشخيص المبكر وتتبع هذه الحالات. خالد تيسير، أخصائي نفسي إكلينيكي بمستشفى ابن الحسن للأمراض النفسية والعقلية ومعالجة الإدمان، تابع للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني. كأخصائي في مجال علم النفس الإكلينيكي، كان لنا الشرف المشاركة في الحملة الطبية المنظمة من طرف جمعية كفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة، طبعا اللي كتستضيف ثالث من دجنبر من كل سنة، والحمد لله يعني استفدت واحد مجموعة من الفئة من الفئات مختلف أعمارها من هاد الخدمات، واللي لاحظناه هو أن يعني هاد الفئة هذه تعتبر يعني من الفئات الهشة والهشة جدا على المستوى النفسي، خاصة الآباء وكذلك الأطفال. إذا بالتالي يعني الخدمات ديالنا كتبقى صحيح في إطار تقريب
الخدمات للمواطنين خاصه لهذه الفئه، ولكن كتبقى واحد الحاجه اللي خصنا نركزوا عليها هي ان هذه الفئه كتحتاج منا مجهود ومجهود اكبر اكبر وكبير جدا خاصه على المستوى النفسي. لا الفئات اللي هما الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه بمختلف الفئات ديالهم، سواء الشلل الدماغي او التوحد او الاطفال الذين يعانون من تاخر ذهني او الى ذلك، ولكن ايضا الى الاسر ديالهم، لان صراحه يعني الاحظ هشاشه قويه جدا على المستوى النفسي. طبعا هناك عوامل اخرى، ولكن على المستوى النفسي كنلاحظوا بان الاباء يعني كيعانيوا كيعانيوا اكثر. واذا يعني كانت المعاناه النفسيه والمعاناه ديال ان يكون عندك طفل معاق حاضره بقوه وما عندكش الامكانيات الاخرى خاصه الماديه وكذلك الولوج الى الخدمات، فكنظن بان حان الوقت باش نهتموا بهذه الفئه خاصه على المستوى النفسي، ونقدموا لها الخدمات المتخصصه حتى يعني تقدر تكون اولا تحس بمواطنتها يعني كافراد مواطنين يعني اللي عندهم نفس الحق كما يعني بحالهم بحال الناس العاديين، ولكن ايضا يكون عندهم اهتمام اكثر واكثر لولوج المؤسسات الصحيه خاصه في مجال النفسي بصفه عامه، سواء طبي ليزوختوفونيست لا بسيكوموتريسيتي ليغوتيرابي، لان يعني الملاحظ هناك خصاص مهول، وهذا الخصاص هذا يعني يؤثر سلبا على هذه الفئه اللي كنتمنى ان هذه الحمله يعني تخفف ولو القليل لهذه الفئه هذه. ما يمكننا الا ندعموا بحال هذه المبادرات، وحنا كفاعلين جمعويين اليوم واحد كيكمل واحد داخل هذه المدينه الحبيبه او داخل المملكه العلويه الشريفه، وخاصنا نديروا يد في يد باش نكونوا عند حسن ظن جلاله الملك محمد السادس نصره الله الراعي الاول لهذه الفئه نتاع ذوي الاحتياجات الخاصه. هذه الفئه هذه اللي ما فاتئت انها تتطور من القدرات ديالها حتى تكون فاعله ومنتجه داخل هذا النتيج نتاع المملكة العلوية الشريفة. شكرا جزيلا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.